ولا كمل كده. في ثلاث أزمنة في الـ Info Protection. أول واحد اللي هو Instantaneous اللي هو مع الباسبور نفسه اللي هو اللي جدي معنا حوالي 60 أو 65 ملي ثانية. وعندي السيتنج نفسه اللي هو الـ 100 اللي هو الـ 65 ده من الـ Default Protection Out. اللي هو مش عندي مانوال كلوز ولا أي حاجة. مجرد إن هو بس شاف الكرنت عنده عدى الـ Pickup Value بيبقى قافل الكونتاكت بتاعه. ده اللي هو 60 ملي أو 65 ملي Instantaneous. بعد كده اللي هو السيتنج اللي أنا حاطه الـ 100 ملي ده بيتحسب مع حاجتين، مع الاند وانا ببعت بيه سيجنال، ومع البلس تايم. البلس تايم بتاعي اللي هو 200 مللي سكند بيزايد ال 100 مللي اللي هي السيتنج دي، فبيديني 300 مللي سكند بلس تايم. انا بفضل قافل الكونتاكت 200 مللي اللي هي في الريسبونس، يعني في الريسبونس تايم. ريسبونس تايم ولا 100 مللي اللي بتاعي بفضل قافل الكونتاكت اللي هي بتاع الاند فولت. وفي اللي هو مع التريب سيجنال، ببعت بقى سيجنال مع المانوال كلوز او في الحالتين ببعت. بس عشان اجي اشوفها مع التريب بيبقى عندي تي 1 اللي هي 60 زائد تي 2 اللي انا حطيتها اللي هي ال 100. سمعت الصوت؟ لا مش من هنا خالص، هو غير من اللي تاني. تي 1 زائد تي 2 زائد الايه الكلوز كوماند. فتي 1 اللي هي 60 ملي، تي 2 ال 100 السيتنج اللي انا حاطه، كلوز كوماند حسب المفروض كاكشوال مثلا حوالي مثلا 20 30 ملي، او ان انا بحسب الفريج اللي هو الايه البانر بتاع الفريج كام ملي. التلات أزمنة دول بيضيفوا مع بعض، هو ده يديني الحاجة بتاعي.